لا يخفى على متابع للشؤون العراقية عمق تأثير النفوذ الإيراني على مجمل المشهد العراقي سياسياً وأمنياً وعسكرياً بل وكذلك اقتصادياً، ولعل ذلك هو ما دفع وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري للقول إن إيران هي النفوذ المهيمن في العراق وإن مصالحها تؤثر على كل قطاع في البلاد من قوات الأمن والجيش إلى السلطات المحلية في المحافظات العراقية. معهد دراسات الحرب في واشنطن نشر مؤخراً تقريراً تناول فيه البعد العسكري للنفوذ الإيراني في العراق ممثلاً في ميليشيات الحشد وكيف أن إيران تستخدم تلك الميليشيات لممارسة نفوذها والضغط على حكومة بغداد لتنفيذ أجندة طهران السياسية في العراق. ويشير تقرير معهد دراسات الحرب الأمريكي إلى أن ميليشيات الحشد في العراق باتت وفق قانون صدر عام 2016 ضمن القوات الحكومية التي تتلقى التدريب والتسليح والرواتب من حكومة بغداد، على الرغم من أن هذه الميليشيات متورطة في ارتكاب عمليات إرهابية عديدة وبعضها مصنفة في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها ضمن المنظمات الإرهابية مثل ميليشيا العصائب وميليشيا حزب الله في العراق. ولا عجب في ذلك، يقول مراقبون عراقيون مشيرين إلى أن هادي العامري زعيم ميليشيا بدر ورئيس تحالف الفتح النيابي سبق له أن قاتل ضد العراق في صفوف الجيش الإيراني بين الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي، لذا فإنه ليس غريبا أن يظل هؤلاء رأس حربة للمشروع الإيراني في العراق، ذلك المشروع الذي لا يتوقف عند حدود العراق بل يمتد في محاولة من نظام طهران للتوغل الطائفي ومد النفوذ في المنطقة العربية والشرق الأوسط.